من ممثل طفل يحصل على أدوار مهمة وبطولات ومسلسلات معروفة مثل تاشت باي أن أنجل أو مثل فيلم بيتهوفن، الكل يتوقع أنه راح يكون نجم مهم من يكبر. هذا بالضبط اللي صار ويا بطل قصة اليوم، الممثل الطفل جو بيكلر، واللي كل يتوقع أنه بسبب حضوره وموهبته راح يصير شيء كلش كبير من يكبر، بس هذا اليوم أبداً ما إجا، ومو لأنه كان فاشل أو ما قدر أنه يستمر بمسيرته المهنية، وإنما لأنه جو وبظروف غامضة جداً اختفى. أنا ساري حسام وهسه 12:30. مساء الخير من جديد، فرحان كلش انه رجعتوا حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي. وفيديو اليوم هو قضية اختفاء محيرة جدا وغامضة. هاي القضية رغم انها غير محلولة رسميا، الا انه اعتقد انه اكو سيناريوهين هو اكيد واحد بيهم اللي صار، واللي انتوا وياي يعني رح نقدر نعرفها من خلال المعطيات والادلة اللي موجودة عندنا. فيعني واضح هو شنو اللي صار بشكل من الأشكال، لكن ما نقدر نجزم أنه هذا هو اللي صار. ما رح أدوخكم هواية، خلونا ندخل بسرعة بتفاصيل القضية. جو شي تاكلوا أو تشربوا، استرخوا وطفوا الأضوية، وخلنا نغوص بقضية اليوم. شوفوا، أكو شيء يخص ممثلين الأدوار مع الأطفال أو الممثلين الأطفال، دائماً إنهم من يكبرون دائماً يصير عليهم أقاويل، أما تخص إدمان، تخص كحول، مخدرات، فضايح، دائماً يعني الطفولة بنص هوليود وهاي تسوي لهم مشكلة معينة بحيث إنه من يكبرون تكون حياتهم مخربطة وبيها شيء مو تمام. طبعاً مو الكل، لكن نسبة كبيرة من عندهم. بقضية اليوم الوضع مختلف، لأنه الفنان الطفل هذا أو الممثل الطفل هذا اللي صار وياه شيء مختلف عن كل البقية، لأنه ببساطة اختفى من على وجه الأرض بدون أي أثر. والمشكلة إنه الأدلة اللي انوجدت بهاي القضية عقدتها أكثر وصعبتها أكثر. قبل ما نروح ونشوف شنو اللي صار وياه، خلوني شوية أعرفكم من هو بطل قصتنا. جوزيف ديفيد وولفغانغ، وراح نسميه كل الفيديو باسم الفني واللي هو جو. جو انولد بيوم الفالنتاين يوم 14/2 سنة 1987 بولاية واشنطن، وكان الابن الرابع من بين 5 أبناء، يعني هو كان ما قبل الأخير. جو من هو صغير كان يحس إنه مميز ويحس إنه موهوب، وكان عنده طموح مختلف عن كل إخوانه إنه يريد يصير ممثل ويريد إنه يعني يطلع موهبته ويمثل. كان يحب الكاميرا وعنده حضور جدا كبير أمام الكاميرا. طبعاً أحكي لكم هو وصغير، يعني من عمره 4 سنوات، يعني أكو ناس حتى ما تعرف شنو يعني تمثيل. هو من هذا العمر كان يريد أنه يصير ممثل، وبالفعل بدأوا أهله أنهم يدعمون موهبته هاي ويحاولون أنهم يطوروها. بدأ أنه يشارك بعدة تجارب أداء لإعلانات بولاية واشنطن اللي هم عايشين بيها، ومن هناك بالفعل بدأ أنه ينقبل بهاي الإعلانات. سوى تقريباً 6 إعلانات ظهر بيهم، وكان يعني يجذب كل الأنظار إليه، وشخصيته حلوة وعنده براءة الأطفال هاي. فالمنتجين والمخرجين مال هاي الإعلانات بلغوا أهله أنهم لازم يطورون موهبته ويشتغلون عليه، لأنه بالفعل مشروع لنجم وممكن أنه يطلع من عنده شيء جداً كبير. يعني لا تحصروا بس بالإعلانات اللي تصير بواشنطن، لا، روحوا لمكان ثاني وابدوا طوروا موهبته حتى أنه يبدي يأخذ أدوار بالأفلام والمسلسلات. وأهله بالفعل اقتنعوا جداً بهاي الفكرة وقرروا أنه يصنعون من عنده نجم، ويعني طاردوا هذا الحلم لدرجة أنهم تركوا كل حياتهم بالولاية اللي عايشين بيها بواشنطن، وقرروا أنهم ينتقلون ويعيشون بلوس أنجلوس، لأنه هناك هم قريبين لهوليود ويعني بيها كل فرص العمل وتجارب الأداء والتمثيل، فيعرفون أنه منك راح تبدي رحلة تحقيق الحلم بالنسبة لابنهم. جو بعد فترة قصيرة مما بدأ يسوي تجارب الأداء هاي بلوس أنجلوس، بدأت بالفعل تسند له أدوار حلوة جدا وقوية وبطولات بعدد من المسلسلات والأفلام اللي تعتبر من أيقونات التسعينات، ومنهم المسلسل الشهير
Touched by an Angel، وهذا الشيء مثل يعني مثل الأيقونة والمسلسلات بذيك الفترة، فحققت له شهرة جدا كبيرة. هذا الشيء كان سنة 98. بعدها بدأ إنه يأخذ أدوار ثانية بأفلام ومسلسلات، لكن أشهر دور إله كان دوره بسلسلة أفلام بيتهوفن، وأعتقد إنه كلكم يعني خصوصا جيل التسعينات شايفين هذا الفيلم كلش زين، لأنه كان ينعاد على MBC2 يمكن 700 مرة باليوم. يعني فيلم جدا معروف، يحكي عن عائلة يربون كلب. البداية كان صغير، لكن بعدها يكبر ويصير ضخم، ويبدأ إنه يعرضهم لمواقف محرجة وورطة ويا الناس اللي يعرفوهم. يعني كان فيلم عائلي وكلش حلو، وبطولته هذا الكلب اللي أعتقد اسمه هو بيتهوفن. فجو كان أحد أبطال هذا الفيلم بجزء الثالث والرابع سنة 2000 و2001، وهو اللي حقق له شهرة جدا كبيرة وواسعة، وبدأ ينطلب كثير لأفلام عائلية وكوميدية ثانية. منها بدأ يتعامل جو كنجم ويصير له مساعدين وأجر عالي، بس هو كان متواضع، يعني طفل عادي دي يسوي الشيء اللي يحبه ودي يمارس موهبته، ما كان حاس إنه اللي دي يسويه شيء كبير ومهم. قال بلقاء ذيك الفترة كان عمره 12 سنة بس انه رفض كل الافلام اللي بيها امور جريئة او حساسة، لانه يحب الافلام العائلية ويحب الافلام اكثر من المسلسلات، ويحب دائما انه يقدم شخصيات جديدة ويتعرف على ناس جدد. بعد سنتين من صار عمر جو 14 سنة، كان بهذا الوقت صار له حرفيا 10 سنوات دا يمثل، وكان صار عنده يعني أرشيف من الأعمال المهمة والأدوار المتميزة رغم أنه عمره صغير. بهالفترة بدأ يقرر هو وأهله أنه يبدي يقلل ظهوراته، وأنه يبدي يعني يقلل قبول الأدوار بالمسلسلات أو الأفلام الكوميدية، ويبدي يركز أكثر بالأدوار التراجيدية والدرامية المهمة، حتى أنه يعني ممكن يأخذ الأوسكار أو على الأقل يترشح للأوسكار أو للجوائز المهمة اللي دائما تروح لهاي النوعية من الأفلام والمسلسلات. وبالفعل بعد فترة قصيرة أخذ دور مهم بمسلسل اسمه Children on their birthday، وما كان يعرف أنه رغم هذا الدور المهم أنه راح يكون هذا آخر مسلسل يمثله بحياته، وأنه حياته راح تنقلب بطريقة درامية جدا بعد هالمسلسل. عائلة جو وخصوصا أمه كاثي حست أنه لازم بهذا الوقت يأخذ بريك ويفصل عن كل عالم السينما والتمثيل هذا، ويعيش حياة طبيعية تشبه حياة أي طفل بعمره، يدخل المدرسة يتعرف على أصدقاء، وبعد ما يكبر تصير عنده وظيفة ثابتة ووظيفة بوقت معين، يعني بارت تايم جوب، مو يظل كل الوقت يعني، لأنه شغلة التمثيل أو الإعلام أو هاي الأمور اللي تخص التلفزيون أو تخص الشاشة دائما الشخص اللي بيها ما عنده وقت محدد للشغل، ودائما بحالة تفكير شنو راح يقدم شنو راح يسوي، وما بيها انتظام بالوقت. فكانت أمه تريد له حياة طبيعية وأكثر استقرارا، فحست إنه لازم يترك كل شيء ولو لفترة، وبعدها من يكبر شوية يكون هو اللي يريد يختار يرجع للتمثيل أو لا. طبعاً أمه من قالت له هذا الشيء جو بالبداية ما كان مقتنع، لأنه كان يحب التمثيل، لكنه بعدين قرر أنه يجرب وسمع كلام والدته. فالعائلة جمعوا كل أغراضهم وأيضاً غيروا أرقام تليفوناتهم ورجعوا انتقلوا من جديد لولاية واشنطن، وتركوا تماماً هوليود ولوس أنجلوس. كاثي الأم بدأت تلاحظ أنه بالفعل ابنها بدأ أنه يعيش حياة طبيعية، لكنه بنفس الوقت ما كان سعيد، ما كان دا يتأقلم بالبداية، إلا أنه بعدين بدأ أنه يعيش مثل أي مراهق ثاني بعمره. دخل المدرسة الثانوية، صار لأصدقاء، وضع تقويم للأسنان، بدأ أنه يسوي الأخطاء اللي يسويها أي أحد بعمره، الأخطاء الصغيرة هاي، وبدأ أنه يعيش حياة طبيعية ويتأقلم أنه مو ممثل. سنة 2005 تخرج من المدرسة الثانوية وبدأ يشتغل بدوام ثابت ويعني وظيفة جديدة كتقني تليفونات بشركة اسمها تيلي تك. وبنفس الوقت بهاي السنة كان مستعد انه يرجع لهوليوود، هو هنا عمره 18 سنة، كان مستعد انه يرجع من جديد يمثل، لكنه بس كان منتظر سنة واحدة حتى يشيل التقويم مال أسنانه ويرجع من جديد يمثل.
بنفس الوقت جو بهاي السنة حصل على منحة عبارة عن مبلغ مادي سهل له انه يقدر انه ينتقل من بيت اهله ويأجر شقة واحدة كانت بنفس الولاية بواشنطن لكنها بعيدة عن اهله، وحتى انه خلص صار عنده خصوصيته وحياته الخاصة. وكان طبعا يزور اهله بين فترة وفترة ويروح ويرجع عليهم، ومنزل اخوه اللي اكبر من عنده واخته اللي اكبر من عنده ايضا كانت يعني بالقرب من عنده مو كلش بعيدة، فكانت تمام حياته كلها صارت مثالية، عنده شغل ناجح بحياته، عنده شقته وناوي انه يرجع يمثل من جديد. وخلوا هاي الامور ببالكم. لازم تعرفون معلومة مهمة جدا انه جو ما كان مدمن على اي مادة لا كحول ولا ممنوعات، كان اوكي يجرب بين فترة وفترة وهذا الشيء هم غلط، لكنه كان يجربها بمناسبات بعيدة وما كان يعني داخل بموضوع قوي بهاي الامور، لانه كان متأكد انه محتاج انه يظل صاحي حتى يدخل ويجرب يعني حظه من جديد بهوليود وبالتمثيل، فما كان يريد يضيع وقته بأي امور ثانية. كل شيء كان طبيعي لحد يوم 5/1 سنة 2006، وهو آخر يوم انشاف بي جو أو انسمع عنه. بليلة يوم 5/1 سنة 2006 قضى جو كل الليل وهو يلعب ورق ويا صديقه، لحد ما أجا منتصف الليل تقريبا من صديقه هذا قال له أنه خلاص يريد أنه يرجع يعني لبيتهم، فبالفعل راح لبيتهم وظل جو وحده بشقته. من هذا الوقت لحد الساعة 4:15 بعد منتصف الليل أو قريب من الفجر، جو اتصل من جديد بصديقه هذا وكان مبين إنه سكران وحزين جدا وغاضب ومتوتر. جو كان مزعج جدا من شيء معين صاير وياه وكان غاضب وده يبكي على التليفون وده يشرب بنفس الوقت، رغم انها مو عادته انه يشرب او يسكر، لكن صديقه هذا قال انه جو كان مبين انه حدث مهم صار بحياته او شيء سيء جدا صار وياه ادى انه يكون بهاي الحاله. طبعا صديقه هذا بدا انه يواسيه ويهديه لحد ما جو اخيرا هدأ وقال الصديقة انه خلص راح يروح ياخذ شاور ويغسل وجهه وبعدها يعني ارجع اتصل بيك بعد ساعة، ووعده انه راح يرجع يتصل بيه ويطمنه، لكن جو ما اتصل ابدا. صديق جو هذا قال انه جو كان مزعوج من شيء معين لكنه ما قدر انه يفتهم شنو هذا الشيء بالضبط اللي كان زاعج جو ومخليه يكون بهاي الحالة وده يشرب. احنا ما نعرف بالضبط هل هو بالفعل ما سمع شنو هذا الشيء اللي كان زاعجه او صديقه يعرف شنو هذا الشيء لكن قرر انه يبقي سر كل هاي السنوات. عموما بعد ما جو غاب وعدت الساعة هاي رجع صديقه يتصل بي لكنه ما كان دا يرد عليه ابدا، ما رد ولا رجع اتصل ولا دز رسالة ولا اي شيء. الصديق هذا توقع انه جو يكون رجع ونام فعادي ما حس بحساباته هواية، لكن بصباح اليوم التالي رجع يتصل عليه لكن جو ما رد. هنا اضطر صديقه انه يتواصل ويا ام جو ويا اهله ويبلغهم على كل الموضوع حتى يروحون ويطمنون على جو. الام والاخوان ايضا اتصلوا كثير بي لكنه ايضا ما رد عليهم. هنا الام طلبت من ماثيو اللي هو اخو جو الاصغر منه والمقرب جدا من عنده انه يروح لشقته حتى يطمن عليه ويشوف شنو الموضوع. ماثيو بالفعل قاد سيارته وراح لهناك، وهناك اول ما وصل للشقه بدا يحس بالامور الغريبه. طبعا هو وصل للشقه بصباح هذا اليوم يعني تقريبا على الساعه 11 او 12 خلينا نقول، اول ما وصل للشقه لاحظ انه باب الشقه ما كان مقفول، كان مفتوح، فتوقع انه جو راح يكون بداخل شقته. اول ما دخل لاحظ انه كل انوار الشقه كانت مشتغله، نور الحمام، نور المطبخ، غرفة النوم، حتى الضوء المخصص للقراءة الصغير هذا كان مشتغل، كل الغرفة كانت مشتغلة أنوارها رغم إحنا بالنهار، وهذا معناه أنه الأنوار ما انطفت من الليلة الماضية. وحتى لو كانت مشتغلة من الليلة الماضية فهذا الشيء كلش ما كان بطبيعة جو. جو كان متعود أنه يشغل أنوار بس الغرفة اللي هو موجود بيها، مو كل الأضوية بالشقة، فكان هذا الموضوع غريب. وأيضا الباب اللي ما كانت مقفولة هذا أيضا شيء غريب. والسؤال الأهم هو جو وين؟
أخوه دور عليه بكل الشقة لكنه ما وجد له أي أثر. توقع أنه ممكن يكون قاعد من النوم متضايق فطلع وقرر أنه يمشي وبعدها يعني راح يرجع للشقة، فانتظره تقريبا لمدة ساعة بالشقة على أمل أنه يرجع، لكن جو ما رجع ولا ظهر أبدا. هنا أخوه ماثيو بدأ يحس أنه أكو شيء غلط وأنه أكو شيء أبدا مو صحيح بالموضوع. اتصل بالأم اللي جت بظهيرة هذا اليوم وبدأت أيضا أنها تشيك على الشقة بنفسها وتدور على أي شيء غريب بالشقة، وهنا اكتشفت شيء جدا مهم، أن الأمور الغريبة ما كانت مقتصرة بس على أضواء الغرفة المشتغلة أو أنه جو يطلع بمنتصف الليل وما يرجع لحد هسه بدون أي سبب أو الباب اللي ما انقفلت، وإنما دليل جديد. جو كان متعود أنه يجمع مجموعة من البطاقات تشبه أوراق يوغي يعني إذا تتذكروها، وهاي الأوراق يسموها Magic Gathering وهي أوراق لها طاقات سحرية وهيجي مثل اللعبة وبيها كثير من الصور. فهو كان عنده هواية أنه يجمع هاي الأوراق ويجمع أوراق نادرة من عندها وقديمة ويعني قيمة خلينا نقول. فالأم لاحظت أنه صندوق هاي الأوراق كان مفتوح والأوراق الذات قيمة والمهمة كانت مختفية وما موجودة ضمن الأوراق الباقية. هنا الأم عرفت فوراً أنه أكو شيء غلط، أنه أما ابنها أخذ الأوراق هاي وياه فمعناها ما راح يرجع، والشيء الثاني أنها تكون انسرقت لأنها أوراق قيمة. فهنا بلغت فوراً الشرطة أنه ابنها ميسينج. أول ما وصلوا الشرطة ما قدروا يلقون أي دليل مثير للشبهات أو غريب. مرت أول أيام بدون أي دليل جديد، جو ولا ظهر ولا اتصل بأحد ولا انشاف بمكان ولا انسمع عنه، فالشرطة كانوا واصلين لحاجز بهاي القضية. دوروا على جو بكل مكان، وضعوا صوره بكل مكان، وأيضا دوروا عليه بهوليود لأنهم توقعوا أنه ممكن يكون سافر حتى يرجع يشتغل بالأفلام، لكن ما كان له أثر بأي مكان. لحد ما مرت 4 أيام على اختفاء جو، وهنا الشرطة اكتشفوا أول دليل باختفائه. سيارة جو انوجدت بالقرب من مسطح مائي بمنطقة اسمها بورت ماديسون ناروز وهي منطقة موانئ غرب واشنطن. هناك انوجدت سيارة جو التويوتا كوريلا الفضية والموديل 2005 وكانت راكنة بالقرب من الشاطئ. السيارة انوجدت بعد 4 أيام من اختفائها وكانت على حالتها بهالمكان. داخل السيارة انوجدت أوراق جو الثبوتية وانوجد تليفونه اللي الكل كان دي يدق عليه وما كان دي يرفع الخط عليهم لحد ما انغلق التليفون، انوجدت بالسيارة، لكن كان مفقود من عدها شغلتين، أولا محفظته وثانيا سويتش السيارة أو مفاتيح السيارة ما كانت موجودة داخل السيارة. أيضا لازم أذكركم أنه الأوراق النادرة اللي اختفت من شقته أيضا ما كانت موجودة بسيارته. الشرطة أيضا وجدوا دليل مهم جدا بداخل السيارة، كانت ملاحظة مكتوب على وجه من عدها مجموعة من الأبيات الشعرية، وعلى الوجه الثاني مكتوب بخط الإيد رسالة المفروض إنها من جو. كتب بالرسالة إنه يريد إنه أخوه الصغير ماثيو ياخذ كل مقتنياته. الرسالة هاي تبين إن اللي كتبها شخص يريد يسوي شيء بنفسه، وكانها رسالة توديع أو وصية من عنده. لكن من نقرأ الأسطر اللي بعد ذلك راح تتغير نظرتنا تماما، لأنه بعدها كمل للمفروض جو اللي دا يكتب وقال إنه يريد إنه يكون مثال يفتخرون به أخوانه وأخواته، وإنه راح يكمل ويبدي بداية جديدة، وإنه راح يكمل مشواره ويبدي من جديد. هاي كلها تبين إن شخص متحمس لبداية جديدة مو يريد يسوي شيء بنفسه. الموضوع كله كان معقد، لكن الشرطة توقعوا إنه جو يكون قفز من هذا الجسر اللي بالقرب من سيارته ويعني خلص سقط بهذا النهر، فجابوا كلاب تعقب على أمل إنها تشم ريحته بأي مكان على الجسر أو بالقرب من السيارة. لكن الغريب إنه كلاب التعقب ما شمت ريحة جو أبداً خارج السيارة، يعني كأنه جو ما طلع أبداً خارج السيارة. وهذا معناه شيء واحد بس، إنه جو كل الوقت كان داخل السيارة،
وأحد مثلاً يكون حمله بعد ذلك ورماه بهذا النهر، أو أصلاً يكون اللي كان صاعد بهاي السيارة وجابها لهذا المكان مكان جو أصلاً، وتكون هاي ريحته من الأيام السابقة اللي صعد بها بسيارته بشكل عادي. الكلاب ما قدرت تتعقب جو ولا خارج سيارته ولا على الجسر ولا بأي مكان بالقرب من هذا المكان، رغم أنه اللي كان مبين أنه كتب الرسالة وترك سيارته وبعدها أما هرب أما قفز، لكن ريحته ما وجدت أبداً بهالمكان. عائلة جو أكدوا أنه ما كان عنده أي مشاكل ولا نفسية ولا عقلية ولا أي مشاكل، كانت حياته مرتبة وعنده طموح أنه يرجع يمثل وكل شيء كان تمام. كل شكهم كان أنه جريمة صارت هي اللي تسببت باختفائه. عائلة جو حكوا للشرطة على موضوع الشقة المفتوحة واللي كل الأضوية مشتغلة بيها وبطاقات اللعب اللي كانت مفقودة، لكن الشرطة ما قدروا أنهم يسوون أي شيء. من البداية كل تركيز الشرطة كان على أنه جو هو اللي سوى هذا الشيء بنفسه، يعني رغم أنه ماكو أدلة واضحة تثبت هذا الشيء، وهل إذا هو سوى هذا الشيء رغم أنه ماكو أي دليل يعني أو دافع يخليه يسوي هذا الشيء، فليش كلاب التعقب ما شمت ريحته بأي مكان؟ وين جثته؟ إذا كان قفز راح تظهر جثته بعد ذلك على جرف النهر هذا وينوجد، لكنهم ما وجدوا أي جثة. راحت الأيام ومرت الأسابيع ومر أسبوعين على اختفاء جو بدون أي أثر يظهر له. هنا عائلته طلعوا بلقاء وقالوا عن وجهات نظرهم. أغلبهم قالوا أنهم يحسون أنه عايش بمكان ما، أو أكو يعني جريمة مثلاً أو تعرض لاختطاف وأنه موجود بمكان ما ودي يسمعهم. أخته قالت أنه ممكن يكون أنه يعني هرب بإرادته وحالياً هو محرج أنه يرجع بسبب أنه بهذا الوقت يعني بهذه النقطة الإعلام كله عرف بالموضوع وبدأ ينتشر أنه الممثل الطفل هذا اختفى وهو مراهق وبظروف غامضة، فحس بحرج أنه يرجع ويكون هو اللي مختفي بإرادته. الشرطة أكدوا أنهم ما يعرفون شنو بالضبط اللي صار له، لكنهم متأكدين أنه ماكو جريمة بالموضوع لأنه ما كان عنده أي أعداء. كل الناس اللي سألوهم عنه كانوا يمدحوه ويحجون عنه كلام حلو، فمن راح تكون عنده يعني المصلحة أنهم يأذون جو أو يخطفوه أو يسووا له أي شيء؟ فالشرطة كانوا متأكدين أنه اللي صار وياه أما هرب أو سوى شيء بنفسه أو يعني شيء بعيد تماماً عن الجريمة. هنا أم جو وعائلته اتهموا الشرطة بالتقصير بعملهم وأنهم أهملوا كثير من الأدلة، وبالفعل الشرطة قصرت كثير بالقضية. أولاً ما أخذوا بصمات من داخل سيارة جو اللي كانت متروكة بهذا المكان، ثانياً جاهلوا دليل مهم جداً، كان قفاز لونه أسود كان ساقط بالقرب من باب السائق بالمكان اللي وجدت به سيارة جو. إذا كان جو هو اللي يقود سيارته وكتب هاي الرسالة، فليش راح يريد إنه يخفي بصماته ويلبس قفازات ويترك وحدة بيهم بهذا المكان؟ الشرطة أيضاً ما اهتموا ولا حللوا القفاز هذا. أيضاً انوجد يعني قيء على المقعد الخلفي من السيارة، الشرطة ولا حللوا هذا القيء ولا شافوا شنو موضوعها وأهملوه تماماً. إذا كان هذا القيء بالكراسي الخلفية هذا معناها أنه يعني إذا كان تابع الجو فيكون جو دا يتقيء، فهذا معناه أنه أحد كان دا يقود السيارة وهو اللي وصل جو لهذا المكان. الشرطة تجاهلت كل هاي الأدلة. بالإضافة لذلك الشرطة ما سووا أي شيء بالشقة، ولا أخذوا أدلة ولا سووا كشف ولا رفع بصمات. شقة جو انتركت مثل ما هي بدون ما يسووا لها أي شيء. مرت الأشهر والسنوات وماكو أي أثر لأي جثة، وهالشي مستحيل، كان لازم الجثة تظهر وتنوجد على جانب النهر، هذا إذا كان صدق إنه هو اللي قفز. فهل جو مات أصلاً؟ وإذا عايش وين راح؟ وشلون ما حد شافه كل هالفترة؟ بسبب أن القضية معقدة وما بها أي أجوبة بدأوا الناس يطلعون بنظريات، أكيد واحدة بيهم هي اللي صارت. أول نظرية هي نظرية الشرطة إنه يكون سوى شيء بنفسه، ممكن يكون حس إنه
مو مثل مكان ناجح وانه حياته روتينيه وانه راح يكون صعب عليه انه يرجع للتمثيل، فقرر انه يسوي هذا الشيء. لكن هاي النظريه ضعيفه جدا، لانه جو حتى ما حاول انه يرجع لهوليوود، وكتب برسالته انه يريد يبدي بدايه جديده، وما كان اكو اي اسباب يعني تدعو انه يسوي هذا الشيء، ولا كان مكتئب ولا عنده مشاكل ولا اي شيء، كل شيء كان مثالي بحياته. هو صحيح بيوم اختفائه اتصل بصديقه وبلغه عن شيء زعجه، لكن ولا صديقه قال شنو هذا الشيء، فاحنا ما نعرف شنو هذا الشيء. لكن هل هذا الشيء راح يكون مؤثر لهاي الدرجه، لدرجه انه بيوم وليله يقرر انه ينهي كل شيء؟ احنا ما نعرف. ثاني نظريه انه يكون اكو جريمه بالموضوع. فكره القفاز الاسود وفكره انه الكلاب ما تشم ريحه جوب هذا المكان اللي بيه سيارته والقيء اللي موجود بالسياره، كلها ادله تدل ان جو ما كان هو اللي ديقود، وانما كان بالمقاعد الخلفيه لسيارته. فهل ممكن يكون احد بالفعل قتله؟ بس ليش؟ هل حتى مثلا يسرق البطاقات النادرة هاي؟ أوكي البطاقات هاي ثمينة، لكنها مو يعني سعرها باهظ لدرجة أنه أحد ممكن يقتل على مودها. وأيضاً إذا هاي البطاقات اختفت، هل معقولة إذا واحد يريد أنه يختفي أو يأذي نفسه أنه رح يأخذ وياه هاي البطاقات، رح تهم هاي البطاقات؟ فاختفائها من الشقة يدعم شوية نظرية أنه جو ممكن يكون انخطف من قتل. ثالث نظرية اللي رح تكون تتصدق شوية أكثر أنه يكون هرب. هو كتب برسالته انه يريد يبدي من جديد، وهذا معناه انه يريد يبدي بداية جديدة من مكان جديد. بس المشكلة ليش ما حد شافه بأي مكان؟ اذا بداية جديدة معناها انه على الاغلب راح يرجع يمثل، بس هالشي ما صار، ما رجع للتمثيل ولا شاف بأي مكان، ومن سنة 2006 لليوم عائلته تدور عليه. ليش راح يقلقهم لهاي الدرجة اذا كان بعده عايش؟ طبعا لليوم عائلته يدورون عليه ويطلعون بلقاءات وعلى التلفزيون، وسووا قناة لليوتيوب حتى ينشرون قصة جو، ويعني ما قصروا أبدا بالبحث عنه. هم بس يريدون أجوبة، هو وين اختفى؟ هم متأكدين إنه ما هرب ولا هو سوى شيء، فشنو اللي صار ويا ابنهم؟ وطبعا ما زالوا يتهمون الشرطة بالتقصير. اليوم جو راح يكون عمره تقريبا 37 سنة، فسووا عائلته صورة لشكله وهو بهذا العمر حتى يساعد الناس انهم يتعرفون عليه، بس ما حد عرف انه يحل هذا اللغز. انتو شنو اللي تتوقعون صار بالضبط ويا جو، وليش انتهت نهايته بهذا الشكل المأساوي؟ طبعا اكو ناس اختفوا لمدة 20 سنة مثلا وبعدها رجعوا وطلعوا عايشين، مثل قصة ما اتذكر شنو اسم بطلتها، حاكيها لكم من زمان بالقناة عن شخصية ايضا اختفت والكل توقع انها ماتت، وبعد سنوات رجعت من جديد لأهلها. وراح تشيلكم قضية عن قريب يعني لشخص ثاني صار ويا نفس الشيء، ايضا رجع بعد سنوات وطلع انه عايش وما بي شيء، رغم ان الكل توقع انه ميت. اذا عجبتكم هاي القضيه اللي كانت قصيره وخفيفه ولطيفه، اتمنى تسوون لايك اكيد، واكتبوا لي بالتعليقات شنو تتوقعون صار ويا جو، واكيد اشتراك للناس اللي بعدهم ما مشتركين، وانتظروني بقضايا جديده وفيديوهات جديده، تصبحون على الف خير.